بداية كده قبل ما نبدأ الفيديو حابين نشكر كل أصدقاء القناة على متابعتهم لكل قصصنا، وكمان شكر خاص لكل اللي بيتابع فيديوهاتنا لحد آخر ثانية فيها. اللي بتجري دي بطلة قصتنا هيوري، بنشوفها وهي بتتمرن وبعدها بنلاقيها سافرت طوكيو علشان تكمل دراستها، وبتتفاجئ بكل حاجة في طوكيو على عكس قريتها اللي كانت عايشة فيها، وفجأة بتلمح شخص أمه كانت بتبهدله لأنه دخل في شجار مع الشرطة، والغريب إنه ما كانش مهتم بأي حاجة ولمحها بسرعة. وفهمت هيوري إن طوكيو غريبة، وأول يوم ليها في المدرسة بتتصل بأهلها وبيشجعوها وطلبوا منها تصور لهم صور لمشاهير كتيرة في طوكيو، وبتروح المدرسة وبتوه وبتدور على فصلها، فلقت بنت اسمها هينا تسألها وعرفتها مكانها، وهينا طبعًا سعيدة بحماس الطلاب اللي في السنة الأولى في المدرسة، وده اكبر منهم وفضل يتريق عليها كاتورا لانها قصيره وكانها قدهم بالظبط. اول ما بتدخل هيوري الفصل بتسمع الطلاب بيتكلموا عن طالب اسمه يوجيرو، واكتشفت ان هو نفسه اللي كان بيتهزق من امه، ولسه كانت هتكلمه وراح مسكتها طالب تاني، وبتكتشف ان هم اوسم اتنين في الفصل، ومن حظها ان طلع مكانها في وسطهم في الفصل، والاتنين ما بيطقوش بعض اصلا، ويوجيرو بيحذر ايزو ما يقربش منه. بعد ما بيخلص اليوم بتزعل هيوري انها ما قدرتش تكون صداقات في اول يوم ليها في المدرسه، لا وكمان تاهت، وبالصدفه بتلاقي ايزو بيتخانق مع يوجيرو، وده بسبب لانه عمل مشكله مع شرطه امبارح، ولما حاولت هيوري توقفهم راحت دايسه على خرطوم الميه وراحت مغرقاهم، وفضلت طبعا تعتذر لهم وقالت لهم انهم المفروض زملاء وما ينفعش يتخانقوا مع بعض، فرد عليها ايزو وقال لها انها ما تعرفش هم مين، واحسن لها ما تتدخلش ما بينهم، وحذرها يوجيرو لو قالت لاي حد على اللي حصل له امبارح، ومشوا وسابوها وهي مش فاهمه اي حاجه من اللي حصلت. واثناء ما هي بتمشي في المترو بتلاقي بنات بتصرخ، ولما راحت تشوف في ايه لقت اعلان لنفس الولاد اللي معاها في الفصل، وطبعا اتصدمت لما عرفت ان هم مشهورين، وطلع ان هم مشاهير معروفين في طوكيو جدا، بس استغربت ازاي بيتكلموا على الشاشه كانهم اصدقاء وبيحبوا بعض قوي كده وهم اصلا مش طايقين بعض في الحقيقه. تاني يوم في المدرسه بتقول في نفسها يا ريت تغير مكانها، وبتلاقي معجبين ايزو وجيرو على باب الفصل، وواحده من المعجبين بتقول لها بعدي من وسطهم، واصلا هيوري نفسها تبعد من وسطهم بس احراجها بيمنعها. واثناء ما بتروح تشتري لنفسها اكل بتلاقي الدنيا زحمه جدا، وطبعا لانها مش عارفه تتصرف بيخلص الاكل وهي ما اكلتش، وشافتها بنت اسمها هاتوري وعزمت عليها تقسم معاها الاكل بتاعها، وبتيجي بنت تانية اسمها ناكو مارو وبتطلب انها تاكل معاهم، وبيفطروا سوا وبيتعرفوا على بعض، وبتديها هيوري نص تمن الفطار علشان هم تشاركوا سوا، وبتكون هيوري سعيده جدا، وبتسالها هاتوري عن سبب خجلها لما بتقعد وسط الولادين المشهورين دول، قالت لها هيوري انها مش طايقاهم وبتحس ان ابتسامتهم مخيفه جدا، وكمان انها ما كانتش تعرف ان هم مشهورين اصلا، وان قريتها عمر ما زارها حد مشهور ولا عمرها اهتمت بالمشاهير من الاساس. وراحت هيوري تنضم لنادي الجري وشافت نفس البنت اللي دلتها على المكان فصلها في اول مره، وعرفت ان اسمها هينا وانها في السنه الثانيه، وسبب وجودها في طوكيو انضمامها لنادي السباق لان مدينتها ما فيهاش النادي ده، ومعلمها هو اللي جابها للمدرسه دي. بعد هيوري ما روحت البيت كلمت امها، فعرفت بمرض ابوها وللاسف هيسيب عمله لفتره علشان يتعافى، فقررت هيوري بعد تفكير طويل انها تشتغل علشان تخفف حمل مصاريفها على اهلها، وبتفضل هيوري تدور على شغل في كل مكان، بس للاسف ولا وظيفه ناسبتها لانها في نادي الجري بعد المدرسه، وكمان اللي محتاجها تشتغل مده طويله وده ما ينفعهاش طبعا. فجاه هيوري لقت اعلان اغراها جدا، لا وكمان بمرتب كبير ووقت قليل، وحضرت نفسها وراحت تتقدم للاعلان، بس الصدمه انها بتلاقي عدد كبير متقدم في نفس الوظيفه، لكنها ما استسلمتش ودخلت المقابله، وعلى الرغم من توترها لكنها جاوبت بسلام، ولما سالوها ازاي هتعرف توفق ما بين المدرسه ونادي الجري بتاعها وكمان الشغل اللي هيكون بالليل، وفهمتهم ان حلمها الوحيد انها تفوز بمسابقه الجري الوطنيه، ولما سالوها عن فصلها وهل بتتابع المشاهير واكيد كان قصدهم على الولدين المشهورين اللي معاها في الفصل، لكنها ردت وقالت انها ما بتهتمش بالمشاهير اطلاقا، وعلى الرغم انها جاوبت كل الاسئله لكنها روحت وهي متاكده ان عمرهم ما يختاروها، بس الغريب ان بيجي لها اتصال ان تم قبولها في الوظيفه، ولما قابلت الموظفه وسالتها انا ليه تم اختياري بالرغم من كل اللي تقدمه دول، قالت لها بسبب فصلك، وفجاه بتلاقي يوجيرو وايزو قدامها من فرقه لبلب، وهي مصدومه صدمه عمرها، وفرضت عليهم الشركه انها تكون مديره اعمالها، وهم بيزعقوا ورافضين تماما، لا وغير انها ما تعرفش هم مين اصلا، كمان هي مش مؤهله تكون مديره اعمالهم، لكن الموظفه قالت انها لازم تكون موجوده علشان التحضيرات لحفله الصيف اللي هتكون كتيره، وفضلوا يغلطوا فيها ويتريقوا عليها وعلى شكلها، ومن كتر غضبها فضلت تزعق فيهم، وقالت انهم معدومين الذوق وكمان ما عندهمش احساس، وقالت حتى لو الجميع حبهم عمرها ما هتحبهم ابدا، وهي بتزعق وطبعا ندمت انها اتكلمت لانها بكده ضيعت الوظيفه، لكن مديره المكان بتقول لها انها وافقت عليها بسبب صدق احاسيسها وجرأتها وانها هتكمل لحد الصيف بس، وراحت هيوري علشان تاخد موافقه المدرسه فمضلها المدير، وقالت للمدير بتاعها انها تكون مديره الاعمال الاثنين المشهورين اللي في المدرسه، ويا ريت محدش يعرف الكلام ده.
طبعا بعد مدرستها بتروح لهم مكان تصويرهم وبيعاملوها اسوأ معاملة، وبكل احتكار بيرمولها الملابس وبيحملوها فوق طاقتها، وهي طبعا مستحملة علشان فلوس الوظيفة، وطبعا هي متبهدلة جدا بسببهم. وفي فصلها بتقوم تروح لصديقتها بيوقفها جيرو، فوقعت المقلمة وقال لها خرجينا من هنا، فقامت وسط الكل وقالت المدير عايزهم، وطبعا ده علشان يخلصوا من البنات اللي بتلحقهم. لكن بدلا ما يشكروها فضلوا برضو يهزقوها علشان ما عملتش كده من نفسها، وانها كانت مفروض تعرف ده من بدري. وبتجري تروح تجيب اكل وبرضو لقت المكان مليان على اخره، وهي متضايقه. وفجاه لقت هاتوري صاحبتها طالعه من وسط الطوابير، فسالتها هيوري ازاي بتعرف تجيب الاكل بسرعه، فعرفتها ان اخر صف ما بيبقاش فيه طلاب كتير. وبالفعل نفذت هيوري كلامها، لكنها اشترت ارخص وجبه علشان توفر لنفسها. واثناء ما بتقعد مع اصدقائها سالتها ناكومارو ليه دايما بتحس كانها وراها حاجه ومستعجله على طول بعد المدرسه، لكن هيوري طبعا انكرت ان في اي حاجه علشان شغلها لازم يكون في سر. بعد المدرسه في النادي لما وقفت هيوري مع هينا وكانت هتخبطهم كوره، لحقها على اخر لحظه ولد واعتذر لهينا، لكنها بتكون متضايقه جدا، فعزمهم على اكل كنوع من الاعتذار. فوقفت هيوري لكنها زعلت لما افتكرت موضوع شغلها اللي بعد المدرسه، وفضلت تعيط لانها معرفتش تستمتع بالاكل وهي بتجري على شغلها. ولما بتروح شغلها بتعرف ان عندهم مقابله مع فرقه FT4، فزعقوا لها وقالوا لها انها لازم تكون فاهمه شغلها كويس طالما هي مديره اعمال. وبتبدأ مقابلة جيرو وايزو مع اتنين من الفرقة التانية اسمهم ريو ويوري، وبنفهم ان فرقة FT4 كان ليهم دور كبير ان جيرو وايزو يكونوا مشاهير. ولما سألوهم ليه عايزين يكونوا مشاهير، فقال جيرو وايزو علشان يساعدوا الناس بغنائهم، فرد يوري وقال لهم ان هم كدابين، فزعقله ريو ووقف تسجيل وقال له انا مش قلتلك ما تشوهش صورة فرقة لبلب، فقالوا يوري كلامهم ممل وتقليدي كمان، فاعتذر لهم ريو وكملوا التسجيل وقال لهم ان المسرح محتاج من المشاهير الحماس والتجديد، ولو فضلوا على نفس الوتيرة مش هيتقدموا عمرهم ابدا، وممكن كمان يفشلوا، فوعدوه ان هم يعملوا اللي يقدروا عليه علشان يشاركوا فرقتهم على المسرح في يوم من الايام، وشكروهم. بس بعد ما مشوا ظهر جيرو وايزو على حقيقتهم وانهم مش طايقين فرقه FT4 ابدا، وبيوعدوهم ان هم يسحقوهم على المسرح. وتاني يوم في المدرسه بتبص هيوري بتلاقيهم بيتخانقوا تاني، ونفسها ما تتدخلش ما بينهم خالص، لكنها افتكرت لما الموظفة قالت لها ان من ضمن عملها انها تراقبهم في المدرسة وده هيرفع من اجرها، وراحت طايرة توقفهم وقعت عليهم، قالت لهم لو اي حد شاف خناقتهم دي ممكن يتفصلوا من المدرسة وده طبعا اللي هيوقع فرقتهم. فقالها جيرو ان هم اصلا مش طايقين المكان ده، بس ده كان شرط من مديرة الفرقة انهم لازم يتخرجوا من مدرسة ثانوية عادية. فزعلت يوري لانها بالرغم منها بذلت كل جهدها علشان توصل للمدرسة دي، وده كان حلمها من زمان، وهم مش طايقين المدرسة ابدا ولا فرق معهم ابدا يكونوا فيها. ولما كانت بترتب رسائل المعجبين بتلاقي رساله واحده اسمها تشانل، والرساله دي ليهم هما الاثنين وكمان لمديره اعمالهم. ولما قالت للموظفه فقالت لها انها بتشجع الفريق من اول ظهورهم، وكمان دايما بتبعت لهم رسائل كتيره جدا. ولما سالت الموظفه هيوري عنهم قالت لها زي ما هما مش طايقين بعض خالص. واثناء هيوري ما بتتكلم مع الموظفه فهمتها هيوري ان هما بيجهدوها وبيهنوها. عرفتها الموظفه على صفاتهم، مثلا ايزو بيكره البنات جدا، وجيرو بيحب يكون مثالي قدام الناس، بس معاكي بيتصرفوا على طبيعتهم. وفهمت هيوري ان هما بيعاملوها مش كانها بنت. واثناء ما بتسال هيوري الموظفه عن انضمامهم للغناء، فهمت منها ان حلمهم للغناء زي حلم هيوري انها تفوز بمسابقه الجري الوطنيه، يعني مش مجرد ان هما عايزين يتشهروا بس. بعد ما بيخلصوا تدريبهم بيقولوا لها ازاي تفضل لوقت متاخر زي ده، فاستغربت هيوري من قلقهم عليها. وبعد ما اديتهم رسائل المعجبين وكانت محضره لهم قهوه، فضلوا يتريقوا عليها لان بعد التدريب لازم تكون جايبه لهم مشروبات بارده او على الاقل ميه، وفضلوا يهزقوها وخدوا الاكياس ومشوا وهي متضايقه منهم جدا. في اليوم التاني بيروح يوجيرو وايزو للمدرسه، ومن الواضح عليهم ان هم مش طايقين بعض خالص. اما عن هيوري فبتكون في النادي علشان بتتدرب على الجري علشان تحقق حلمها الوحيد وانها تفوز بمسابقه الجري الوطنيه، وشافوها الاثنين واستغربوا منها ازاي بتصحى بدري وبتتعب نفسها على الصبح كده وبتبهدل في نفسها، وده كله طبعا على الفاضي. وسالوا يوجيرو انت مستغرب ليه ما انت مبهدل نفسك في التمارين، فقال له ايزو انا بعمل كده علشان عملي مش على الفاضي زيها، وافتكروا انها عايشه لوحدها وجت طوكيو مخصوص علشان تشترك في نادي الجري مع الفريق. وسالوا جيرو مش غريبه انك انت بتكره كل البنات وهيوري بتتعامل معاها عادي جدا، وهنا بتقول لهيوري انها حطمت الرقم القياسي بتاعها، وهيوري سعيده جدا وبتتنطط من الفرحه. وبيجي زميل لهينا وبيغيظها وقال لها شكلها هتسبقك، لكنها اتضايقت جدا وقالت انها تجتهد وتكون الافضل. ولما استدعاها المدرس قال لها للاسف مش هتقدري تشتركي في المسابقه الوطنيه، وده طبعا صدم هيوري جدا وقال لها لانك ما نجحتيش في امتحانات نص العام، والمدرسه ما بتسمحش لاي حد يسقط ان هم يقدموا في المسابقات، وهي مصدومه جدا بعد ما فهمها انها بعد من الفريق لو ما نجحتش في امتحانات اخر السنه، وبتطلع من عنده وهي حاسه انها فشلت ولا هتعرف تنجح في الامتحانات. ولما بتروح لصديقاتها الاثنين بتتوسل لهم وبتطلب منهم يساعدوها.
ساعدوها. والاغرب ان ناكامورا بتقول لها انها زيها ما بتعرفش تدرس خالص، وهاتوري بتقول لها انها بتذاكر مع حبيبها. بعدها عرفت انها مش هتقدر تعتمد على اي حد غير نفسها. لما بتروح الشغل بعد المدرسه بتلاقي الاثنين عندهم مقابله مع الصحافه، وسالتهم ازاي بيعرفوا يوفقوا ما بين المدرسه وحبهم للغناء. وطبعا هيوري كانت مفكره ان هما يقولوا ما بيعرفوش يوفقوا ما بين الاثنين، لكنها بتتصدم لما بتعرف ان هما متفوقين، لا وكمان بيرتبوا على اصدقائهم العشرة الاوائل. وبعد ما بتنتهي مقابلتهم بيروحوا لهيوري، واول ما بيشوفوها بتذاكر بيفضلوا يرزلوا عليها وقالوا لها انت مقصره في شغلك وهيتخصم من مرتبك، وقالت لهم انها اخذت اذن الشغل علشان تذاكر. وعلى الرغم ان هما عارفين بده بس كانوا بيضايقوها، وسالوها اشمعنى يعني بتذاكري دلوقتي وعمرنا ما شفناكي قبل كده بتذاكري. ولما حاولت تبرر باي كلام عرف جيرو انها صادت في امتحانات نص السنه، واكيد مش هتعرف تشترك في المسابقه لو كمان فشلت في امتحانات النهائيه، فسكتت. ففهموا طبعا ان ظنهم صح، وطلبت منهم يساعدوها، لكنها بتشوف ان هما مش هيقدروا يساعدوها بسبب المسؤوليات اللي عليهم، شغلهم والدراسه كمان. فقررت انها تذاكر بنفسها، ومن كتر ارهاقها بتنام خلال الفصل. وقفشها المدرس وقال لها لازم تغلب النوم، لكن النوم هو اللي غلبها. ونروح لايزو وجيرو اللي بنشوفهم نازلين خناق مع بعض، وكل واحد فيهم بيقول ان عنده هدايا من المعجبين اكتر من التاني. والموظفه بتقول لهم ان اهم حاجه هي المشاعر اللي اتعملت بيها الهدايا مش الهدايا نفسها. والمديره بتقول لهم ان في الحفله الجايه لازم يوزعوا هدايا على الجمهور، وكلهم بيفكروا في نوع الهدايا دي هتكون ايه. وكل ما ايزو يقول فكره بيقلس عليها جيرو، واتفقوا يفكروا بالخارج، ولقوا هيوري في طريقهم اللي يا عيني قاعده بره وبتحاول تذاكر. وراحت مصوته في وشهم وقالت لهم انا حياتي مش ناقصه تريقه، وارجوكوا اهدوا كده شويه لحد ما انجح وبعدها اعملوا اللي انتوا عايزينه. وبعدها قعدوا مع بعض، وسالها ايزو هو انت جيتي المدرسه عن طريق منحه دراسيه؟ فقالت له لا هي مش شاطره في الدراسه كده، ده مدرسها عرض عليها تروح المدرسه دي علشان مدارس قريتها ما فيهاش مسابقات ولا نوادي للجري، وكانت بتفكر تنسى حلم الجري بتاعها بس ما قدرتش، وده طبعا بسبب حبها في تشجيع اسرتها ليها واصدقائها كمان لما كانت بتجري. وقالت لهم انها برده زيهم لان عندهم جمهور بيحبهم، وطبعا صعبت عليهم جدا، وفهموها انها لازم تحدد النقاط المهمه بدل ما تذاكر كل حاجه كده، وده هيساعدها اكتر. بعد كده هيوري بتلاقي نفسها قدام قصر كبير ورائع، وبتعرف ان فيها تقام اكبر حفله رقص للمشاهير، وبيعجبها المكان جدا لدرجه ان الموظفه قالت لها ابي اعملي فرحك هنا. فقالت لها انا ما اقدرش اتخيل نفسي في مكان غالي زي ده. وفجاه بتطلع لهم بنوته اسمها يوميرو، دي عارضه ازياء وكمان هتمثل جوه الحفله. وشافت هيوري ايزو وجيرو وقالت لهم انهم شبه الامراء الحقيقيين، وهم مبهدلينها يا عيني وبيعلقوا كل اشيائهم عليها. فلما شافتهم يوميرو كانت غيرانه جدا من هيوري وهي وسطهم، راحت لها وقالت لها انت ايه علاقتك بيهم؟ فافتكرت انها لازم تخلي الامر سر. فقالت لها انها مجرد موظفه بدوام جزء في شركتهم. وفي وقت الحفله بتروح هيوري تديهم المشروبات، لكنها بتشوف الاكل على الترابيزه وهي نفسها جدا تاكله، فبيديها ايزو الطبق علشان تاكله. راحت يوميرو قايله لها روحي للمخرج اديله القهوه، وراحت موقعاها برجلها والقهوه وقعت على فستان يوميرو، وبتمثل انها زعلانه، وبيعتذروا لها الاثنين على اللي حصل من هيوري، وبيروحوا معاها على غرفه الانتظار علشان تغير فستانها. طبعا بعد اللي حصل ده هيوري كانت مكسوفه جدا ومستخبيه. بعدها دخل لها ايزو وجيرو وقالوا لها انهم خلاص خلصوا تصوير، وبعدين هي مش اول مره تغلط فليه دلوقتي زعلانه. فقالت لهم ان زعلها الاكبر بسبب انها خليتهم يضطروا يعتذروا لها وهم مالهمش ذنب في اللي حصل. واثناء كلامهم مع بعض بتدخل يوميرو وبتطلب ارقامهم، لكنهم رفضوا وقالوا لها ان قوانين شركتهم بتمنعهم من ده. واول ما لمحت هيوري سالتهم اشمعنى بقى دي اللي قريبه منكم، وحذرتهم انها ممكن تكون دخلت الوظيفه دي علشان تقرب لهم، لكن ايزو افحمها وقال لها محدش يعمل كده غيرك انت واسلوبك الوقح. وجيرو قال لها انها بغل وانه شافها وهي بتوقع هيوري. وطبعا لما انكرت قالوا لها ان الفيصل ما بيننا كاميرات المراقبه بتاعه المكان، واهانوها وقالوا لها ان التمثيل مش ليها لانها بتستغل مهنتها في شيء سيء. ونحب هنا نسقف للاثنين على انهم جابوا حق هيوري، وطلبوا من هيوري تطلع لهم لكنها فضلت برده ما طلعتش. وبعدها قالوا لها خلاص احنا اللي هنمشي وهي تبقى تجري ورانا. وطبعا وهما ماشيين حست هيوري ان هما بلبسوهم برضو العادي ده، تصرفاتهم زي الامراء. نرجع للمدرسه، ولما بيوزع المدرس درجاتهم اخذت هيوري درجاتها وفرحت جدا انها نجحت وانها اخيرا هتقدر تشارك في المسابقه. واول ما شافها الاثنين فضلوا يضحكوها، وعلى الرغم من درجاتها القليله بس ده انجاز طبعا بالنسبه لها، لانها بكده هتقدر تحقق حلمها في المشاركه في المسابقه. واول ما بتشوفهم بيبتسموا بتتحرك جدا بعد ما كانت بتخاف من ابتسامتهم. في مشهد تاني بنشوف هيوري لابسه فستان فرح، وفي اخر الممر فيه عريسين وهم ايزو وجيرو، والاثنين بيطلبوا منها تختار واحد فيهم للجواز. واول ما بيجوا يبوسوها فجاه بتصحى هيوري من الحلم وهي متفاجئه. بعدها بتروح الشغل وبتلاقي الموظفه مبسوطه لان بقى في عروض كتيره جدا للفريق والشغل بكده هيزيد. واول ما بيدخل الاثنين على هيوري يا نهار كسوف، وهم مستغربين مالها دي، فطلبوا منها تجيب لهم اكل، وكل واحد فيهم طلبوا مختلف عن التاني، وشكلهم كده حالفين لا يبهدلوها. وهي متضايقه جدا من اللي بيعملوه فيها، وهي في الطريق
اول ما شافت صورتهم فضلت تشتم عليهم وانهم اخر اتنين ممكن تحبهم. لما بترجع لهم بتسمع منهم عن موضوع الهدايا اللي المفروض يوزعوها على المعجبين، وطلعوا ان هم اختاروا الهدايا تكون عباره عن ميداليه شكر، وعرفت ان هم اخذوا الفكره منها لما اتكلمت عن المسابقه وساعدتها لما اخذت الميداليه المركز الاول، وطبعا بسبب كلامها وحركاتها فهموا ان هي قفشتهم واتحرجوا جدا، لكنها كانت سعيده جدا ان هم عملوا كده علشانها. بعد كده بيروحوا المدرسه والبنات بقت اكتر بكتير حواليهم، وطبعا من المعروف ان ايزو بيكره البنات جدا، فراح وقع من كتر خنقته من كتر البنات حواليه، واخدوا جيرو لبره المكان، وطبعا اتخانق هو وهيوري لانه رفض يقول لها حقيقه موضوعه، وكان في واحد بيراقبهم من فوق. بعد كده خدتهم هيوري لمكتب المدرس بتاعهم، وفهمت هيوري ان تقريبا كده مصدوم من البنات ومقدرش يتكلم قدام هيوري، بس هي طبعا فهمت تلميحاته وقالت لهم انها اخدت اذن المعلم علشان يستخدموا الغرفه بتاعته، وسابتهم ومشت. وبيقول له جيرو انه لازم يتمسك نفسه علشان هو مشهور، وايزو بيقول له انه مش عارف يغير نفسه بارادته. ولما راحت هيوري تشتري لنفسها اكل قررت تجيب لايزو معاها، وفجاه بيظهر لها شخص بيساعدها وبيجيب لها طلباتها، وسالها لو هي حبيبه ايزو، فانكرت جدا وقال لها ان اسمه شيباكسي اخو ايزو الكبير، واخوه ايزو منعه يقول لاي حد، وعرفها ان امهم السبب في مشاكلهم بسبب انها مش مستقره مع راجل معين، وهو كمان بيلعب وبيتسلى بالبنات، وطبعا ايزو مختلف وما بيحبش كده اطلاقا، فعلشان كده ايزو كره كل البنات لان معظمهم متساهلين ومش كويسين ابدا، وطلب منها تهتم باخوه لان شكلها محترم. ورجعت هيوري لايزو وقالت انها فاهمه هو حاسس بايه بالظبط، لانها بتحس نفس الاحساس ده لما بتشوف الاخطبوط، وعلى الرغم ان باباها كان صياد فضحك على تشبيهها الغريب للبنات بالاخطبوط، وقال لها انه بعد كده لو شاف البنات هيفتكرهم بتشبيهها ده، واكلوها معاهم اكل غالي من بتاعهم، وعرفت ان الاكل ده اللي عاملاه ام جيرو، وسالوها ليه بتاكل اكل قليل بالرغم انها بتجري، وطلبوا منها تاكل معاهم. وبسرعه بتتصل الموظفه بجيرو وقالت له انه ما يمشيش من المدرسه لحد ما تروح له، وده طبعا لانه انتشر عنه مقال على النت وانه ولد غني وعار عليه يكون مغني، وقالت مدربتهم ان ده دليل واضح ان فرقتهم بقت مشهوره جدا. فقررت هيوري تروح للصحافه تكلمه، وقالت مستحيل تكون الام بتعمل لابنها الاكل بالحب ده ويكون بتكرهه، لكنهم قالوا لها محدش هيسمع كلامها. وقرر جيرو ان هو يروح بعد ما قال له ايزو كده، وسالته الصحافه ازاي حد من عيله مشهوره وغنيه يفكر انه يكون مغني، فقال لهم ان قرر يتبع احلامه ويحقق نفسه، وانه اهله مشهورين بالرقص الياباني لكن حس ان اخوه عنده قدره اكبر منه في الرقص، فقرر يتبع هو حلمه في الغناء. ولما سالوه عن راي عيلته في الغناء فوصل لهم ايزو وقال لهم انه سعيد بصديقه وانه كمان حقق حلمه، وفضل يتودد لصديقه قدامهم علشان يبطلوا يسالوا جيرو. وهيوري اول ما شافت ان هما بيساعدوا بعض كانت مبسوطه جدا على الرغم من كل مشاكلهم. وبعدها بتعلن الشركه عن حفله كبيره للاتنين، وبيطلب ايزو من جيرو يقدم ما في وسعه لانها اول حفله بعد الخبر اللي انتشر عنه، فقال له جيرو ماشي انا هغني كويس بس انت برضو ما تستفردش بالغناء لوحدك. وطبعا العدد كان كتير جدا من الجمهور، واكتشفوا ان هما نسوا الهدايا بتاعت الجمهور، واكيد مش هيلحقوا يروحوا يجيبوها، فتطوعت هيوري تروح تجيب لهم الهدايا، بس وهي راجعه الدنيا بتكون زحمه جدا، فقررت تاخد باقي الطريق جري وراحت واقعه على رجلها. وطبعا بعد ما الحفله خلصت ما كانش قدامهم غير ان هما يوقعوا للمعجبين من غير هدايا، وفي اللحظه الحاسمه بتوصل هيوري بالهدايا وبينتهي اليوم بسلام، وكمان اداها ايزو ميداليه ليها، ولاحظوا انها متغيره لكنها ما رضتش تقول لهم، وقالت انها بخير. في مسابقه التصفيات بتحطم هنا الرقم القياسي، وهيوري مبسوطه بيها لانها تشارك في نهايات المسابقه الوطنيه للجري، واول ما بتبدا المسابقه بتقع هيوري وللاسف بتخسر، وده طبعا بسبب رجليها اللي وقعت عليها قبل كده. وقبل ما نكمل حكايتنا يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويا ريت تشترك في قناتنا الاحتياتيه كاريكاتون بالعربي اللي هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت، ويا ريت ما تنساش تشترك في قناه انمي لاكا انمي فور يو اللي بتقدم محتوى رائع جدا وجميل من الانمي. بعد كده بتروح هيوري شغل، ولما طلبت منها الموظفه تجيب بقيه الحاجات ما بتقدرش هيوري تمشي، فلاحظ جيرو وايزو انها على غير طبيعتها. وبالليل لما كلمها اهلها زعل ابوها جدا لانها مش هتروح لهم في اجازه الصيف، ولما سالتها مامتها عن المسابقه زعلت هيوري وقالت لها للاسف انها خسرت المسابقه، بس طمنتها وقالت لها انها هتشارك في المسابقه الجايه، ومامتها ما كانتش عايزاها تضغط على نفسها لانها حاسه انها بترهق نفسها جدا، فقالت لها هيوري انها تمام، حتى انها بقت تتعرف على ناس جديده وتقضي اوقات جميله معاهم ومش بتتعب نفسها نهائي ولا حاجه. ولما قعدت هيوري مع مديره الشركه وعرفت منها انها خسرت المسابقه بسبب رجلها اللي اتصابت، سالتها ازاي حصل ده، فما قالتلهاش هيوري الحقيقه، وقالت لها ده حصل من مده قصيره كده، وقالت لها انها بقت بخير وهتكون مستعده للحفله اللي بعد يومين، والمفروض ان عقد هيوري هينتهي بمجرد انتهاء الحفله دي. وعرضت عليها المديره تمدلها فتره العقد، فرفضت هيوري وقالت لها انها جت طوكيو بسبب حلم مسابقه الجري ولازم ما تشغلش نفسها باي حاجه تانية. ولما راحت هيوري عند ايزو جيرو فضلت سرحانه في مسابقه الجري بتاعتها، وطلبوا منها الفوط بتاعتهم واعتذرت لهم وادت لهم الشنطه، فقال لها ايزو دي بقى بتتفتح كده فبتمص العرق لوحدها، هو ايه ده؟ فقال له جيرو ماليش دعوه هيوري هي السبب، فتأسفت ودت لهم الفوط بتاعتهم، فحسوا انها مش في طبيعتها وانها مخبيه اكيد حاجه، وطبعا هي مخبيه حكايه رجلها، وقالت لهم ان مفيش اي حاجه، فقال لها ايزو طالما انت بخير كده بقى جري لنا هات لنا اي حاجه نشربها. ولما دخلت المديره تسال عليها فقالوا لها شوفي بقى الهانم سايبه الشغل وراحت تدلع تقعد فين، فقالت لهم المديره مش معقوله هيوري تعمل كده ابدا،
وبعدين ده اخر يوم ليها بعد الحفله، وكمان هي بتحاول تعمل اللي عليها. ومفاجاتهم الاكبر لما قالت لهم انها خسرت بسبب رجليها اللي اتلوت، وطبعا ده اكيد بسبب جهدها في العمل. فايزو على طول افتكر لما شافها بعد الحفله تعبانه وهي دارت الموضوع، وزعلوا جدا عليها لانها بتتعب نفسها قوي. واثناء استراحتهم بنلاقيهم مع بعض سوا بيرتبوا لحاجه معينه، ونروح للحفله وهيوري مبسوطه جدا ومتحمسه. وايزو قال لها بما ان ده اخر يوم ليكي يا ريت ما نشوفكيش سرحانه وتركزي في شغلك علشان ما تعكيش الدنيا باخطائك. فقالت له انها متحمسه جدا وانها مش هتغلط اكيد. فقال لها جيرو ما هو الحماس الاوفر ده بيخلي الواحد يغلط برضه. فقالت لهم اعتمدوا عليا وما تخافوش ومش هتندموا ابدا. فطلبوا منها تجيب لهم طلبات كتيره، واول ما رجعت لقيتهم بيتكلموا بطريقه جد وطريقتهم بقت رسمي معاها، فشجعتهم لانها حست ان هما ممكن يكونوا متوترين زيها بالظبط. وقالوا لها خلصي كل شغلك قبل ما نبدا العرض التاني للحفله. وبتنهي يوري كل شغلها بسرعه زي ما قالوا لها، وبتروح جنب الشاشه علشان تشوف نهايه العرض الاولاني. وبعدها دخلت لها الموظفه واديت لها تذكره تحضر بيها العرض التاني، وقالت لها دي من جيرو ايزو واجري بسرعه علشان تلحقي مكانك. وبتلاقي مكانها في مقعد مميز جدا للحاضرين، لقوا الجمهور كبير جدا، واول ما بيدخلوا بيغنوا اغنيه مختلفه جدا عن اللي هم كانوا محضرينها. وفضلوا يتكلموا عن حد دخل حياتهم وبيشكروه عن كل الجهد اللي قام بيه علشانهم، وانهم عارفين ان هو يستاهل كل الشكر لانه جميل من جواه. والاغنيه اللي هيغنوها دي ليه، وطبعا الشخص اللي بيغنوا له دي هي هيوري. والاغنيه معناها انها تجري ورا حلمها وتحققه وما تستسلمش، وده اللي هيخليها ما تندمش بقيه حياتها ابدا. وبتتاثر هيوري بكل كلمه سمعتها في الاغنيه، وبعد حفلتهم راحت لهم وشكرتهم على كل حاجه عملوها علشانها، وانها فعلا استمتعت بادائهم ده وعلى الرغم من كسوفهم منها. وقالت لهم انها اكتشفت ان الشهره ما بتجيش بسهوله ابدا. بتدخل عليهم المديره وقالت لهم ان بعد الحفله هيعملوا حفله ثانيه علشان يودعوا بيها اخر يوم لهيوري معاهم. فقالت هيوري على الرغم انها ما تعرفش هي بتفيدهم ولا لا، لكنها قررت انها تجدد عقدها معاهم وتستمر. فقال لها ايزو انت يا بنتي نسيتي حلمك اللي كنا بنغني له من شويه؟ فقالت انها تبذل كل ما في وسعها في شغلها وفي حلمها كمان. فقررت المديره انها تاخد رايهم، فقالوا لها بكل كبرياء موافقين اهو، احسن ما نتعامل مع حد جديد يطلع عنينا برضو. وبتمد ايديها ليهم على اساس يعني ان هم اتغيروا في معاملتهم معاها وكده، وانها ترجع تشتغل معاهم بكل حب. بس طبعا حصل العكس ورجعوا لعادتهم تاني واتجاهلوها كمان ومشوا ولا كان في اي حاجه حصلت من شويه. وفجاه بنلاقي شخص اسمه نجزة بيتصل بهيوري وقال لها انه جاي لها طوكيو. في مشهد تاني بنروح لايزو وجيرو اثناء تصويرهم لاعلان لماركه طلاق كبيره جدا، وطبعا فضلوا يتخانقوا على ادفى الاسباب كعادتهم. فوقفتهم هيوري والموظفه قالت لها ايه الشطاره دي. فهيوري قالت لها انها اتعودت تعرف تتصرف مع خناقتهم المستمره. وبعد ما اطمنت الموظفه من تصرفات هيوري معاهم سابتهم ليها وراحت تاخد استراحتها. ولما دخل الاثنين الحمام ايزو كان محتاج غسول لشعره علشان يغسله من الطلاق، ولما طلب من جيرو زجاجته طلعت الازازه فاضيه، وجيرو بكل تناحه بيقول له ما انا عارف انها فاضيه. وفضل يزعق ايزو ان حد ينقذه من بره ويدخله ازازه جديده، وطبعا دخلت هيوري وهم مكسوفين جدا وزعقوا لها ازاي تعمل كده. فقالت له انا كنت بنقذك يعني، وبعدين مفيش حد تاني هنا غيركم. واول ما طلعت راحوا قالوا هي البت دي ناسيه ان احنا اولاد ازاي يعني مفيش حد هنا غيرنا. ولما طلعت رن عليها نفس الولد تاني. نرجع بقى لايزو وجيرو مديرتهم بتديهم تذاكر لحفله فرقه اف تي 4، وقالت لهم ان رؤيتهم لحفلات ناس مشهوره هتساعدهم يتعلموا منهم ومن تصرفاتهم، وراحوا وافقوا. والغريبه انها ما تعرفش كرههم للفرقه دي قد ايه. وقالت لهيوري انها عملت حسابها في تذكره ليهم علشان تكون مرافقه ليهم، بس قالت لها هيوري انها كده كده رايحه مع صديق ليها اسمه نكسه. وبنعرف ان نكسه صديق طفوله هيوري وجه طوكيو خصوص لحضور حفله اف تي 4، وده طبعا لانه معجب بيهم جدا. ولما كلمها ساعتها كان بيقول لها انه جايب لها تذكره علشان يروحوا سوا الحفله، وطلبت منها المديره تلبس ملابس جميله في الحفله علشان تبقى جميله وسط الجميع. وهي مستغربه اصلا هو ليه الناس بيلبسوا كويس في الحفلات، واكتشفوا انها كانت هتروح الحفله بالملابس اللي هي لابساها دي. وفضل الاثنين يزعقوا لها انها ما ينفعش ابدا تحضر الحفلات بالملابس دي، وطلبوا منها بزعيق ياخدوها ينظفوها وكمان يغيروا لها ستايلها، لكنها خافت من اسلوبهم جدا وزعيقهم وطلعت تجري منهم. وراحت لهاتوري صديقتها، وده طبعا لانها اكتر بنت انيقه في المدرسه، وطلبت منها تساعدها لانها عارفه انها بتتذوق لحبيبها، وكمان ما بيهمهاش راي المدرسين فيها اللي بيغضبوا منها بسبب لبسها القصير. وطبعا صديقتها بتفكرها حبه جديد، وهيوري اتحرجت جدا وانكرت وقالت لهم انها بتحب بس الجري ده حب حياتها. ولما بتروح هيوري للنادي بتسال هينا هل بتحب، فقالت هينا من كلامها وقالت لها فعلا عندها ولد بتحبه. فبتفتكر هيوري ان كاتورا صديقها اللي بيحب يلعب كوره، فاحرجت هينا جدا وقالت لها لا هما جيران بس. واللي عايز يعرف قصه هينا كامله يا ريت ما ينساش يتفرج عليها، الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت. بعدها بتروح هيوري الشغل وبتفكر هتلبس ايه في الحفله، وفجاه بتلاقي ايزو وجيرو بيتكلموا مع بنت وافتكرت ان هما اشتغلوا سوا قبل كده معاها. ولما بيتكلم معاها جيرو وايزو بيعرفوا انها هتمثل في عمل درامي وهي مبسوطه جدا، وهيوري اكيد بتقول عليها انها بنت جميله وانيقه جدا على عكسها. واثناء هيوري ما بتمشي وهي خلاص فقدت املها انها تكون بنت انيقه زي بقيه البنات، بتلاقي واحد في الشارع ضخم بيجبر بنت انها تروح معاه. فده
دفعت عنها وشدتها وجرت بيها، وبعد جري طويل بتنهج البنت وشكرتها البنت جدا على اللي هي عملته معاها وعزمتها كمان. ويوري بترفض في الاول، لكن البنت بتقنعها انها بتيجي هنا تاكل كتير وبتزعل لما بتاكل لوحدها، وبتقبل يوري في الاخر وبيتعرفوا على بعض، والبنت بيكون اسمها موانا، وبيفضلوا يدوقوا بعض انواع الكرباب بتاعتهم. ويوري بتعجب بشكل موانا الانيق على عكسها طبعا، وحكت لها يوري ان نفسها تكون شخصيتها جذابه وجميله على عكس شخصيتها، وانها حتى ولا جذابه ولا انيقه، وانها نفسها تكون شبه البطلات. فقالت لها موانا ان الاهم من الاناقه هو انها تنجح في حياتها وتكون محبوبه من الناس، وقالت لها انها اول ما شافتها حبيتها، وده معناها انها جذابه وانيقه على عكس ما هي بتقول. فتشجعت يوري بكلامها وودعتها ومشت، على الرغم ان هما ما خدوش ارقام بعض، لكن يوري حست انها ممكن تشوف موانا تاني. وبنعرف من اعلانات ان موانا دي طلعت مشهوره كمان، ولما بترجع يوري شغلها بتفضل تقرا في مجلات عن الاناقه وتنسيق الملابس. وفجاه لما دخل عليها ايزو وجيرو اتلخبطت ومشت، ولما مشوا وراها كانت بتشتري مجلات عن الموضه، وهوبا سمعت صوت ايزو وهو بينطق المكتوب على المجله: ازاي تتحولي من بنت عاديه لبطله؟ وهي محرجه جدا ان اكتر اتنين كانت خايفه يشوفوها هما اللي واقفين وراها دلوقتي، وسالوها: طالما بتعملي كده رفضتي ليه مساعدتنا من الاول؟ فحكت لهم ان وهي صغيره في حفله ما لبست لبس بنات وكانت مبسوطه بيه جدا، لكن اول ما نكسه شافها قال لها شكلك غريب جدا، ومن ساعتها بعدت عن لبس البنات وطريقتهم كمان. وطريقه ايزو وجيرو بتبين ان هما اتضايقوا من الكلام ده، وطلبوا ان هم يساعدوها وتدي لنفسها فرصه تجرب تاني، وبالفعل بتوافق على كلامهم وراحت لكوافير وغيرت حواجبها وشعرها. بعد كده على الرغم من خوفها انها تدخل لمول كبير وفخم وانها اول مره تجرب المكان ده، بس طلبوا منها انها تثق فيهم، وطبعا كانوا حاسين انها بتتكلم عن نجاسه دي انها بنت صديقتها مش ولد، وعايزين يصدموها بشكل هيوري الجديد. وفرحت جدا هيوري بتجربه تنقيه الملابس الجديده، وفي النهاية بيختاروا لها ملابس جميلة جدا. وفضلوا كالعادة يتخانقوا على مين اللي يدفع الحساب، راحت بعدهم هيوري ودفعت لنفسها. لما رجعوا على الشغل كتبوا على الباب ممنوع الدخول، وعرفت المديرة ان هما مش بيشتغلوا، ده دول بيدربوا هيوري وبيدوها درس عن الاناقة والمكياج، لكن محاولتها على نفسها طبعا كان شكلها وحش جدا، وفضلوا يعلموها وهي مكسوفة جدا منهم، لكنهم بيقولوا لها لو عايزة تكوني انيقة اسمعي كلامنا، وأيدوها. وفي النهاية بيخلصوا وبتطلع زي السكر، وبيروحوا سوا يستقبلوا نجسة في محطة القطار، وسألتهم ايه اللي جابهم معاها، فقالوا لها علشان ما تهيش في المكان ده. وبالمرة نشوف ردة فعل نجسة على شكل هيوري الجديد، وهي مبسوطة جدا ان هم اتغيروا معاها وبدأوا يحترموها. واول ما بتشوف نجسة بتشاوله وبتجري عليه، راحت وقعت وسندها وقال لها انت زي ما انت متهورة. ولما عرفتهم على صديقها نجسة بيتصدموا لان نجسة ده طلع ولد مش بنت، وهو ملامحه ليهم فيها غضب جدا. وبتعرف يوري نجسة صديقها على ايزو جيرو، وطبعا اتفاجئوا لانه طلع ولد مش بنت. ولما سألهم هم مين قالوا ان هم اعضاء فريق الابلب، ولما سألها هي ليه معاهم فقالت ان هم في نفس الفصل. ولما حاولت تداري على موضوع شغلها معاهم قال لها انها مش هتعرف تكذب عليه، فاعترفت له انها مديرة اعمالهم. بس قبل ما نكمل الانمي يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويا ريت تشترك في قناتنا الاحتياطيه كاريكاتون بالعربي اللي هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت، ويا ريت ما تنساش تشترك في قناه انمي لاكا انمي فور يو اللي بتقدم محتوى رائع جدا وجميل من الانمي. ونرجع تاني، واثناء خروجهم من محطه القطار بيقول نجسة لهيوري ان شكلها متغير، ففرحت جدا وسالته هل شكلها بقى ظريف وجميل، فقال لها وهو محرج اه، وفرحت جدا انها نجحت ان هي تفاجئه، وقالت له ان كل ده بسبب انه قال لها قبل كده ان الفساتين غريبه عليها، وقالت اللي ساعدها في ده هم ايزو جيرو. فقال ايزو جيرو على فكره نجسة شكله بيحب هيوري، فقال له جيرو لازم نتاكد من الموضوع ده، وبيروحوا سوا المكان عمل هيوري وسابتهم علشان تنادي رئيستها. بعد ما سالهم ليه هي بالذات اللي عينوها مساعدتهم، ولما بتروح هيوري لرئيستها بيمدحوها على شكلها الجديد، وقالت ان كل ده بفضل ايزو جيرو. ولما سالهم نجسة ليه بيتدخلوا في ملابس هيوري، فقالوا له نسمي ده بقى ايه، غيره. فاتفق الاتنين يستفزوه، وفضلوا يقولوا ان شكلها كان وحش جدا، ولو مشوا معاها في الاماكن العامه بالشكل ده كانوا هيحسوا بالاحراج. فغضب نجسة جدا واتمادى جيرو وقال عليها انها غير جذابه، وايزو قال كمان ان ما عندهاش مقومات الحبيبه. فتعصب نجسة جدا وقال لهم ان هي ليه لوحده، وبكده فهموا ان هو معجب بهيوري واعتذروا له على انهم استفزوه، بس فهموا ان دي محاوله منهم علشان يعرفوا نواياه تجاه هيوري. وقال نجسة ان هو مش هيتنازل عن حب لهيوري حتى لو هم خصومه. وبتقابل نجسة مع رئيسه العمل بتاعه هيوري وبيديها هديه طعام، وقال لها ان هو اللي عامله بنفسه، وبتنبهر موظفة بشكله، وقالت ان هو ممكن يكون عارض ازياء، فاعتذر لها وقال انه هيكمل في مجال عائلته. وعرفتهم هيوري ان اهله عندهم مطعم مشهور في القرية، وابو هيوري بيوفر لهم الاسماك باعتباره صياد. بعد ما خلصت المقابلة بتسأله هيوري هيبات فين النهاردة، فقال لها في فندق، ولما قالت له انها ممكن تخليه يبات في سكنها لتوفير المال اتحرج جدا وما كانش عارف يتكلم لكنه رفض. وايزو جيرو كانوا مخضوضين من غبائها جدا. ونروح للحفلة واللي حضرها عدد كبير جدا من الجمهور، وبيشرح نجسة لهيوري ان قائد فريق الاف تي 4 هو ايه، وهو اللي قاعد ورا ده، وهو اللي بينتج كل اعمالهم، على الرغم ان شكله مساعد لكنه عمود الفرقه. وبترحب الفرقه بحضور الجميع وبيعلنوا اعلان مهم جدا، وقالوا ان هم هيظهروا في الحفل الضخم اللي بيضم افضل الفنانين، وبيشكروا الجمهور على اختيارهم ليهم للعام ده. وايزو وجيرو كانوا متضايقين جدا. وبعد الحفله فضل نجسة يمدح في فرقه اف تي 4، وهيوري بتقول ان فرقه ليبل برضه رائعه جدا، على الرغم ان شكل
شكلهم بيتخانقوا كتير، لكن ما بينهم تناغم كبير على المسرح، فغضب نجسة جدا من كلامها عليهم. ولما قابلتهم هيوري كان شكلهم غضبانين وبتحسبهم ان هم متخانقين، لكن قالوا لها ان فرقه FT4 هيشاركوا في الحفل الضخم وان ما عندهمش اي وقت وهيرجعوا للمكتب. فرحت هيوري جدا لما شافتهم متحمسين بعد ما شافوا عرض FT4. واخد نجسة هيوري لبيتها بعد ما اشتروا الطعام وبتساله لو هو مرهق، فقال لها لا وانه جايب كل ادوات الطعام دي علشانها مخصوص، وشكرها على مساعدتها ليه زمان اما كان بيتنمر عليه الاولاد بسبب انه كان عايش في مطعم. وبيدخل نجسة البيت هيوري وبيحضر الطعام، وهيوري سعيده جدا بمهاراته. واخيرا تم تقديم الطعام، وبعد ما خلصوا شكرته هيوري جدا وقال لها انه عمل كل ده علشان يساعدها بعد ما عرف انها ما اتاهلتش في البطوله. فقالت له انها كانت فعلا محبطه بس بفضل فريق لبلب بقت بخير، وان هم اعطوها ميداليه وعلى الرغم ان هم بيتعمدوا يضايقوها لكنها عارفه ان هم طيبين. فغضب نجسة وقاطع كلامها وقال لها انت فاكره في الحفله لما لبستي فستان وقلت لك انك شكلك غريب؟ الحقيقه واحنا صغيرين كنت شايفك جميله جدا بيه وما كنتش عايز اي حد ياخدك مني. وفجاه قال لها هيوري انا بحبك، وبسرعه ادرك انه لبخ الدنيا وقال لها انه فاجئها وهيديها وقت تفكر وممكن تجاوب عليه بمكالمه او رساله. وقال لها انه هيرجع القريه بكره، وهيوري كانت في لحظه صمت مش عارفه تعمل ايه وهي محرجه جدا. تاني يوم بتروح هيوري للشغل وباين عليها الارهاق، واسمعها جيرو وايزو، وبسرعه لما شافوا حالتها قالوا لها ان نجسة اعترف لك بحبه، فاتكسفت جدا وشها احمر وسالتهم عرفوا ازاي، فقالوا لها ما كان واضح عليه جدا بس انت اللي كنت بطيئه في الفهم. وعيطت وسالتهم تعمل ايه، فقالوا لها اللي تحبيه. فقالت لهم ما هي ما تعرفش هي عايزه ايه بالظبط. فقالوا لها ان نجسة عنده مميزات كتيره جدا زي شكله جميل وعائلته جميله وكمان شخصيته. فاتفاجئت هيوري بكلامهم وبسرعه خرجت من الشغل واتصلت بصديقتها، ولما اعتذرت لهم على الاتصال بيهم فجاه قالوا لها ان هم سعداء علشان يساعدوها. ولما سالت هيوري صديقتها عن مشاعرها تجاه حبيبها فقالت لها انها شافته بيعمل في مقهى وعلى الرغم من اختلاف شخصياتهم لكنهم حبوا بعض. وقالت لها صديقتها التانية انها لازم تتقبل اعترافات صديق طفولتها، وكل البنات بتتمنى اعتراف حب من صديق طفولتهم وما يصحش ابدا انها ترفض. وقالت لها يا ريتني كنت محظوظه زيك. وقالت هيوري انها خايفه الحب يفقدها اعز اصدقائها، وقالت لها توري انه شجاع لانه اعترف لها بحبه وبالتالي هي لازم كمان تصارحه بكل مشاعرها. واثناء ما كان نجسة في المحطه منتظر مكالمتها بتجري له هيوري بسرعه، وهي بتنهج وقالت له انها اسفه مش هتقدر تحبه دلوقتي، فسالها لو هي بتحب واحد من الفنانين فرقه لبلب، فقالت له مستحيل وانها مديره اعمالهم فقط. ولما سالها امال ايه سبب عدم حبها ليه دلوقتي، قالت له انها عايزه تستمتع بوقتها في المدرسه ومسابقات الجري، وعلى الرغم من ارهاقها فيهم لكنها بتحس بالسعاده وعايزه تكملها كلها للنهايه. فقال لها فهمت انك مش قادره تفكري في الحب دلوقتي، فقالت له اه، ففضل يمسك شعرها وينعكشه وقال لها كان شكلك جميل جدا وانت مرتبه لكن بحالتك العادية دي شكلك برضو رائع. واعتذر لها انه خلاها تفكر وقالت له انها سعيدة جدا انها سمعت مشاعره وانها ما توقعتش ابدا ان اي حد يعترف لها بمشاعره، وقالت له انها حست كانها بطله ساعتها، فقال لها انها بطله وهتكون كده دايما بالنسبه له. فاتحرجوا الاثنين وقال لها انه هيجي طوكيو بمجرد ما يخلص الثانويه وانه عايز يكمل الجامعه علشان يدرس اداره الاعمال، وودعته هيوري. تاني يوم بترجع هيوري لعملها، ولما سالوها ليه رجعت لطبيعتها كده فقالت لهم انها مقدره مساعدتهم جدا ليها بس مش هتعرف تجري بالفساتين، وقالوا لها كده مش هتكوني بطله، فقالت انها هتكون بطله في المسابقات وهتدخل اداره الاعمال. ففضل الاثنين يستفزوها كعادتهم بالكلام وهي متضايقه من استفزازهم ليها جدا. بتسال هيوري زملائها في الفصل عن اللي حابب يشارك في مسابقه سباق التتابع، لكن للاسف ولا اي حد رفع ايده، وقالت انها تسجل اسمها لكن برضو ولا حد كان عايز يشارك، حتى صديقات هيوري ما كانوش عايزين يشاركوا. وبتستغرب هيوري جدا ليه ما حدش عايز يشارك في المسابقه، ده حتى هي سعيده جدا بالسباق ده وبتحس ممتع، وبيقولوا كلهم حتى لو شاركنا مش هنعرف نفوز يبقى نشارك ليه. فقال المعلم طالما ما حدش هيقرر يبقى انا اللي هقرر الاسماء، وكتب اسم ايزو جيرو. كل البنات متضايقه لانهم ما كانوش يعرفوا ان هم هيشاركوا والا كانوا شاركوا معاهم، وبسبب بصتهم عرفت هيوري ان هم متضايقين جدا منها. نرجع لايزو وجيرو اثناء مقابلتهم في الراديو وحكوا عن حفله FT4 اللي راحوها، واللي عايز يعرف اكتر عن موضوع الحفله ده هيلاقي رابط بتاع الملخص في صندوق الوصف تحت. المهم قالوا ان هم عرفوا ان فرقه FT4 هيشاركوا في الحفله وانها اكبر حفله فنيه في التاريخ واللي هتستضيف اكبر الفنانين في العالم، وقالوا على الرغم ان هم اكبر منهم ونفسهم يكونوا زيهم لكنهم هيواجبوهم. فقال ايزو ان في الحفله لسه اماكن فاضيه للمشاركه واكيد هيحاولوا ان يكون ليهم مكان. بعد ما بيخلصوا مقابلتهم بيزعقوا ليوري ان هم مش هيشاركوا في المسابقه، فقالت مديرتهم انها فضت لهم اليوم ده مخصوص علشان يشاركوا فيها. ولما سالتهم هيوري ليه رافضين قوي كده فقالوا لها انها مجرد مضيعه للوقت، فاعترضت على كلامهم وقالت بالعكس ده مسلي جدا واحلى ما فيه تمرير العصايه للمشارك اللي بعدك لحد ما تفوز. ولما سالتهم انها تساعدهم رفضوا جدا. نروح ليوم السباق الميداني وبيتم توزيع المهام على الجميع، وبيسال ولد في المدرسه هيوري انه يقف قدام المسابقه ويلتقط الصور لانه في نادي الصحافه في المدرسه، فوافقت هيوري وقال لها ان اسمه كوداي. بتشوف هيوري ايزو وجيرو محاطين بالبنات وقالت طالما ابتسامتهم خفيفه كده يبقى لسه الاثنين بخير، لكنها لما رجعت لقت ابتسامتهم ازدادت
زادت فعرفت ان الامور بتسوء، فندهت عليهم من بعيد وبيستأذنوا من البنات اللي حواليهم، لكن الاولاد الاكبر من ايزو وجيرو كانوا غيرانين جدا منهم، وبيعرف فريق لبلب من صديقات يوري انها بترهق نفسها جدا في المساعده، لكنها سعيده جدا بالمشاركه في السباق الميداني ورفضت ان هم كمان يساعدوها. وبتيجي مسابقه الجري الثنائيه وتربط هنا رجلها مع كوتارو، وكانوا محرجين جدا وكانت هتقع فانقذها، ولما قالت لهم هيوري ان وقت المسابقه هيبدا مسكوا في بعض كويس جدا. واول ما بدات المسابقه جرى الجميع، لكنهم اكتر اتنين كانوا منسجمين مع بعض، واخيرا فاز الاتنين بالمركز الاول. بعدها بيجري اخو ايزو مع اصدقائه وجات له ورقه فجرى على حبيبته اريسا وقال لها تعالي وشدها من ايديها، وجرى وهي بتنهج واخد المركز الاول. ولما سالته عن سبب اللي عمله فقال لها ان الورقه بتقول اجيب شيء لطيف معايا، فاتحرجت جدا من كلامه. وبيشارك الجميع في المسابقات التانيه ولسه الولاد غيرانين من فريق لبلب، وبتشارك هاتوري مع فريق المشجعات، ولما جاي يصورها كوداي ابتسمت وهي سعيده وبتمدح يوري صديقتها على تشجيعها اللطيف، وقالت انها كانت جميله، فقالت لها هاتوري ان حبيبها قال كده برضه. واثناء هيوري ما خلصت مهامها بتنادي الطلاب للمسابقه، فبتسمع الاولاد بيتخانقوا مع جيرو وقالوا له مش عشان انت فنان والبنات دايما حواليك ويتغزلوا فيك تسير اعصابنا بالشكل ده. وغضبت هيوري جدا لانها شافت حقيقه فريق لبلب وانهم فعلا بيبذلوا جهدهم كفنانين، لكنها منعت نفسها من انها تتدخل لانها مديره اعمالهم وما ينفعش ابدا تكون السبب في الشجار. ولما مسكوا طالب كان هيضربه سمعت هيوري بالنداء على المسابقه، فنادت هيوري على الجميع وقالت ان سباق التتابع هيبدا، وقال الاولاد لجيرو انه اكيد هيخسر في السباق. وعلى الرغم ان جيرو ما كانش عايز يشارك، لكن بسبب طلاب الفرقه الثالثه قال انه هيشارك وقال لها ان هم غيرانين منه وهو غضبان جدا، فشجعته هيوري على الفوز عليهم في المسابقه. وبيقول جيرو لايزو عايزك تفوز على الفريق المنافس ده، فاستغرب ايزو من اختلاف جيرو في رايه، لكنه اول ما شاف اخوه انه هيشارك في الفريق المنافس وهيوري قالت له انه اخوه كان منطلق بقوه في السباق اللي شارك فيه، فاستغرب ان هي عارفه ان هو اخوه، حتى انه طلع له لسانه، فقال ايزو انه متحمس للجري باقصى سرعه عنده علشان يفوز. وبيبدا السباق وبيجري جيرو بعد ما اخذ العصايه، ونروح للفريق المنافس وبيدي كوتارو لهينا العصايه والولد غضبان من جيرو، وبتاخد هيوري العصايه من جيرو وبتجري باقصى سرعتها وبتدي هينا العصايه لاخو ايزو. ولما اخذ ايزو العصايه من هيوري وقعت لكنها شجعته، وفضل يجري الاثنين الاخوات، واخيرا بيعترف اخو ايزو بان بقى عنده حبيبه واحده بس، وبتنافس الاخين على الفوز، واخيرا بيفوز ايزو والجميع سعيد جدا بفوزه. وبسقف الثلاثه لبعض، بس ادركت هيوري ان سبب حماسها ده المعجبين بتوع فريق لبلب هيقضوا على حياتها الدراسيه، لكن حصل العكس بعد ما ايزو وجيرو قرروا ان هم يسلموا على الجميع زيها. وفي النهايه بتعرف هيوري ان كوداي حبيبها توري صديقتها، وبينتهي اليوم بكل حماس. وفي نهايه تصفيات مسابقه الجري ال100 متر بتشجع هيوري نفسها وهي بتسمع اغاني الفريق لبلب، وقابلتها صديقتها هنا وبينطلق الاثنين للمسابقه وبتجري هيوري. بعد ما بتنتهي التصفيات بتخرج هيوري علشان تكلم امها وتعرفها نتيجه المسابقه، لكن ايزو بيتلكك علشان يكلمها وقال لها القهوه فين. كلمته هيوري وقالت له انا قلت لكم ان انا في اجازه النهارده، والحقيقه ان هم كانوا بيتحججوا علشان يسالوها على نتيجه المباراه، بس كبرياءهم منعهم يسالوها مباشره. فقالت لهم هيوري انها احرزت المركز الثالث وكانت سعيده جدا، وطبعا قفلوا معاها بسرعه، بس مكالمتها دي شجعتهم جدا وحمستهم كتير جدا للعرض، لدرجه ان مديره اعمالهم لاحظت ان هم ما خدوش اي وقت استراحه، فقالت لها مدربتهم ان حماسهم ده بسبب مكالمتهم مع حد، على الرغم من تعبهم ده لكنهم اصروا يكملوا التدريب، وده علشان يتم قبولهم في الحفل الضخم اللي اتكلمنا عنه اللي هتحضره الفرقه المنافسه ليهم FT4. تاني يوم في المدرسه بعد المسابقه اللي شارك فيها ايزو وجيرو، بدا يقرب منهم اصدقائهم ويدعوهم للعب معاهم كره السله، واول مره ايزو وجيرو يحسوا ان هم طلبه حقيقيين مش مشاهير، ولحظه ده يوري واصدقائها وكمان ابتسامتهم الحقيقيه، فضحكت هيوري وقالت لها توري صاحبتها ان خوفها عليهم بيحسسها كانها امهم الحقيقيه، وكان ايزو وجيرو في غايه السعاده وهم بيلعبوا، وصوروا اعلانهم وهم متحمسين وبيغنوا بكل فرحه وهيوري بتشجعهم. تاني يوم فضلوا برضو يلعبوا مع اصدقائهم، وكل ما بيشوفوا هيوري متحمسه لحلمها اللي هو الجري بيزيد حماسهم للمشاركه في الحفله الكبرى اللي بتضم اكبر الفنانين على الرغم من جهدهم المبذول وتعبهم. بتظهر بنتين من المشاهير برضو بيتفرجوا على التلفزيون، واحده منهم بتحب فريق لبلب جدا وسعيده بعرضهم جدا، لكن التانيه ما بتحبهمش خالص، وقالت لها اختها ان زادت شعبيتهم جدا مؤخرا. اثناء توزيع اوراق الامتحان وكالعاده بيفضل ايزو ضايق في هيوري ويمسك الورق منها وهي تشده لحد ما اتقطعت الورقه، راح قال لها جيرو ماليش فيه انا عايز ورقه مش مقطوعه، وهي هتتجنن من افعالهم معاها. لما بتكتشف فرقه FT4 زياده شعبيه فريق لبلب، قال واحد فيهم انه ممكن يقابلوا بعض على المسرح. ونروح لايزو جيرو وهيوري وفجاه بتجيلهم هم الثلاثه رساله وبيفرحوا بيها جدا، لكنهم بيكتموا فرحتهم وبتجري هيوري بره المدرسه لوحدها، والجميع كمان ومن كتر سعادتها بفوز فريق لبلب بالمشاركه في العرض الحي بيسقف الثلاثه لبعض، لكن للاسف حد بيصورهم من بعيد. تاني يوم بتروح هيوري للمدرسه وبتحمس نفسها تساعد فريق لبلب، وبيبص لها الجميع ففكرت انه بسبب حماسها الزياده فاتكسفت وجرت بسرعه. واثناء هيوري ما بتمشي في المدرسه بتلاقي جميع الطلاب متجمعين حوالين لوحه اعلانات المدرسه، وفجاه بتلاقي صورها مع ايزو وجيرو وفريق لبلب والجميع بيصوروا اللي حصل. شافت اللي حصل ده صديقتها هاتوري، والجميع بيبصوا لها وغضبانين منها جدا، وكمان بيضحكوا عليها، فغضبت هاتوري ومسكت الصور وزعقت للجميع، وكمان
طبقت الصور في ايديها ورمتها وبتطمنها يا توري وبتدخل هيوري الفصل، لكن اتجمع حواليها البنات وهم غضبانين منها جدا، وهيوري مش قادره تقول لهم حقيقه شغلها معاهم، وقالت لهم ان هم زملاء في الفصل وكانت بتلقي عليهم التحيه فقط. فبيدخل ايزو وجيرو بكل ثقه الفصل وقال ان هم سمعوا بموضوع الصور ده وفضلوا يضحكوا. فغضبت البنات وسالتهم واحده منهم هل هيوري حبيبه واحد فيهم، فرد ايزو وجيرو وقالوا مستحيل نوعد اي حد. وبيدخل المعلم الفصل بيقعد الجميع، وظنت هيوري ان الامر بكده انتهى. اثناء خروج المعلم من الفصل طلب من هيوري تروح له المكتب، وقالها انها مش غلطانه بعد ما حكيت له كل اللي حصل، وقالها انها لازم تحكي للوكاله باسرع وقت. وحكت بالفعل هيوري اللي حصل لمديره الوكاله، وقالت لها المديره ان هم لازم يتقابلوا علشان يفكروا في حل للموضوع ده. وسالتها المديره هل في حد بيضايقها، فكذبت هيوري وقالت انها بخير. والحقيقه ان هيوري كل ما تمشي في المدرسه الجميع كانوا بيتكلموا عليها، والكل كان بيبص لها كانها عامله، وهيوري كانت زعلانه من اللي بيحصل لها، غير ان هما بياخدوا شنطتها ويحطوها لها في اعلى مكان ما تعرفش توصل له، وطبعا ده غير الرسائل اللي كانوا بيكتبوها لها ابعدي عنهم. هنا شافتها بالصدفه وسالتها عن سبب بهدله شعرها ده، وفضلت تسرح لها شعرها. وحكت هنا لهيوري عن كل الشائعات اللي هي سمعتها، وبيقول الجميع انها اجبرت فريق ليبل بيشتروا لها شقه فاخره. وهيوري متفاجئه من اللي بتسمعه وقالت ان كل ده كده، وقالت لها هنا انها مصدقاها وانها كانت عايزه تطمن عليها مش اكتر، وبتشكر هيوري هنا على كل اللي عملته معاها. وفي نهايه اليوم الدراسي بيلاقي المعلم الصور اللي رمتها هاتوري، وبتحاول هيوري تشجع نفسها وكمان ما تسببش اذى لفريق لبلب. وبعدها بتروح الاجتماع، واثناء اجتماعهم سوا بيكتشفوا كم كبير جدا من التعليقات السلبيه بسبب الصور دي. وبيقول ايزو ان بسبب الصور دي دخلوا الترند الاول للمواضيع الاكثر بحث، وهيوري زعلانه جدا من اللي بيحصل وهي حاسه انها السبب في كل ده. بعد اللي حصل مع هيوري وفريق لبلب وانتشار اخبارهم انها على علاقه بواحد فيهم، بتتضايق هيوري جدا من اللي حصل وبتتصل بايزو وبتحكي له عن الاخبار اللي سمعتها، وبتتاسف له كمان فقال لها انها مش غلطتها وانها غلطه اللي نشر الصور. وسمعوا اخوه لما سالته هيوري هل هو بخير، فقال لها ان اللي ممكن ما يكونش بخير دلوقتي هو جيرو لان عيلته مشهوره جدا، وقال لها تحذروا من وسائل الاعلام، فقالت له ما تكلمه انت بنفسك، وقال لها ان ما معهوش رقمه. ونروح لجيرو اللي بيعتذر لابوه واخوه عن المتاعب اللي سببها للعائله، فقال له ابوه ان عائلتهم مش ضعيفه علشان امر زي ده يهزها، وقال له ابوه بسبب انتشار الموضوع ده وضح قد ايه ان هو بقى مؤثر في المجال الفني وان بقى عنده شعبيه كبيره جدا، وبيشجعه ابوه ان يواجه الامر وما يتخاذلش ابدا. وبتطمن هيوري على جيرو بعد ما بتسمع منه ان هو بخير، وكان من الواضح قلق جيرو على ايزو برده صديقه، فقالت له هيوري انا مش هكلم حد، كلموا بعض، فقال لها جيرو ان ما معهوش رقمه برده. وهيوري زعلانه جدا على سمعه فريق لبلب. نروح للمدرسه وبيسال المعلم الثلاثه عن احوالهم بعد ما الموضوع كبر كده، وقالوا الاثنين ان هم مش يسمحوا ان الاشاعات دي توقفهم، وبيعتذروا عن اللي حصل في المدرسه. فقال المعلم ان المدرسه قبلتهم وهم عارفين ومتوقعين ان ده ممكن يحصل، ومع ذلك فالمدرسه بتدعمهم، وبيعتقدوا من تخميناتهم ان اللي عملت كده بنته ممكن تكون عندها ضغينه ضد هيوري بالذات. وبالمناسبه اللي هيعرف مين ممكن تكون البنت دي هنعرف ان هو متابع القصه من اولها، وبكده هيكون صاحب النجمه الذهبيه للاسبوع المقبل. المهم بيقول المعلم لهيوري انها تاخد الصور دي وتحافظ عليها لان شكلها فيها كانت في غايه السعاده. بعد اللي حصل بتفضل تفكر هيوري ازاي تبعد عنهم المشاكل، وكل ما تشوفها البنات يتكلموا عليها وتفضل تتجاهلهم. وفي وقت استراحة الغداء بتسألها صديقتها هل هي فعلا ملهاش علاقة بالولدين دول، وما قدرتش هيوري تقول لها الحقيقة انها بتشتغل معاهم، وبتحاول صديقتها تصدقها. بعد المدرسة بتقرأ هيوري كل التعليقات السلبية عن فريق لبلب وبتزعل جدا، واثناء اجتماعهم بتقول لهم المديرة ان هم لازم يلاقوا حل بأسرع وقت، والموظفة قالت انها اتصلت بكل الرعاة والمنتجين بتوع البرامج علشان تعتذر لهم عن كل اللي حصل. فغضب جيرو ايزو من كلامها وسألوها ليه عملت كده، هم ما عملوش اي حاجة غلط، قالت لهم علشان صورتهم قدام الجميع ما تتضرش. وقالت المديره بسبب اللي حصل ده ممكن تفقدوا اعمال كتيره جدا في المستقبل، فاعتذرت جدا هيوري عن اللي حصل بسببها، فقالت لها المديره انها غلطتها من الاول لان هي اللي عينتها وهي سعيده باختيارها ليها من الاول. ولما سالتهم الموظفه ليه ما ياخدوش اجازه من المدرسه، فرفض الاثنين وقالوا لها ان ده هروب من المشكله ومش حل ابدا. وبيوصل اخو جيرو كوتشيرو للمكان وهو بيحاول يدور على اي حل ينقذ بيه اخوه، وقال لهم ان هم ممكن يدوروا على اللي عمل كده واكيد هيكون حد معجب بيهم او ممكن يكون فرد من المدرسه ويتم فتح امره. فوقفتهم هيوري وقالت لهم بدل ما تختاروا الاشتباك مع المعجبين بتوعكم، لو شفتوا رسائلهم هتعرفوا قد ايه ان هما بيحبوكوا، فلازم تدوروا على طريقه تسعدوهم بيها بدل ما تدوروا على مين اللي عمل كده. فسالها ايزو يعني هتعدي كل اللي حصل ليكي ده، فقالت انها اي نعم زعلانه من كل اللي حصل لها ده وهي ملهاش ذنب فيه، لكن الاهم هو مستقبل فريق لبلب اللي اصبحت واحده من معجبينه. فقررت هيوري الاستقاله من عملها كمساعده ليهم علشان تنقذ سمعتهم. بعد ما بيرجع ايزو للبيت بيلاقي اخوه محضر له الغدا علشان يساعده، ونصحه اخوه يقول كل حاجه في باله وما يخبيش اي حاجه على معجبينهم، وقالوا ان ده اكيد هيفيده اكتر من السكوت. نروح لبيت جيرو بيوقف اخوه اللي كان رايح التمرين وبيشكره على اللي عمله معاه، فقال له انه كان بيحاول يرد له وقفته جنبه لما راح حانه الشرب في مره مع شخص اتعرف عليه وحضر جيرو وانقذه من ارغامه على الشرب، وكمان هو اللي اتلاقى بالشرطه مكانه وعرفت الشرطه امه. على الرغم من ده ما قالش الحقيقه لاي حد
حد علشان ينقذه، فضحك جيرو على كلام اخوه وهو سعيد وقال له ان هو ظريف وما يقربش من اي حد، صفاته سيئه. نرجع لايزو وهو بيقرا كل رسائل المعجبين وبيفتكر كل كلام هيوري لما قالت انها بتحب الفرقه دي وعايزاها تنجح، فجت له فكره واتصل بالمديره بس ما عرفش يوصل لها. وبيروح ايزو لجيرو فاتخض وقال له ايه اللي جابك هنا، فقال له اعمل ايه، ما انا مش معايا تليفونك، وبعدين انا لقيت حل الموضوع ندى. وطبعا هيوري بتنام علشان خلاص سابت عملها، لكن بتجي لها رساله ان فريق لبلب هيعمل مؤتمر صحفي النهارده. ولما سالتهم الصحافه عن علاقتهم بهيوري قالوا ان هما ما بيحبوش اي حد في الوقت الحالي، وقالوا انها واحده من زميلاتهم الاعزاء وان مكانها في الفصل ما بينهم علشان كده بيتواصلوا معاها اكتر حد، وكمان جروا معاها في مسابقه الجري الميداني في المدرسه. ولما سالوهم ليه التحقوا بمدرسه عاديه زي دي، فقالوا ان بسبب حبهم للفن ما كانوش هيقدموا المدرسه ثانويه من الاساس، وده علشان يوفروا وقتهم ومجهودهم للفن. لكن المديره اقنعتهم بالاستمتاع بحياتهم الدراسيه اللي مش هتتكرر في العمر غير مره واحده، وكملوا وقالوا ان الحقيقه ما كانوش مبسوطين في البدايه في المدرسه، لكنهم مؤخرا فهموا كلام المديره لما بداوا يقربوا من زملائهم في المدرسه، وكمان لعبوا كره السله مع زملائهم في المدرسه. والحقيقه ان هم نسوا ساعتها ان هم فنانين وعاشوا حياتهم الطبيعيه، وشافهم الجميع على التلفاز زي البنتين المشاهير دول. واخو ايزو كمان تابع لقائهم واهل جيرو، وشافتهم يوري لما قالوا ان هم زعلانين انها اتورطت معاهم في المشكله دي. وكمل ايزو وقال ان اول ما حصلت المشكله دي اتقال لهم ان هم ياخدوا اجازه من المدرسه، والحقيقه ان لو كانت حصلت المشكله دي في الماضي كانوا هيعملوا كده بدون تردد، لكن دلوقتي لا وبيشكروا الجميع. وبعد ما خلص المؤتمر الصحفي قالت الموظفه لهيوري ان شعبتهم بدات تزداد بعد المؤتمر الصحفي ده، وكمان شجعهم كتير جدا من الشركاء التجاريين. وفرحت هيوري باللي حصل، وخصوصا لما الموظفه قالت لها انها عارفه ان هي السبب في تغيير ايزو جيرو للافضل. وبعد ما بتقفل هيوري معاها بتتمنى لو ما كانتش سابت شغلها ولا سابت عملها. لينا كومارو صديقه هيوري بتضطر تشتغل بعد المدرسه في مطعم على الرغم انه ده عكس شخصيتها، لكنها حابه يكون معاها فلوس كتيره، وده علشان تدعم اكتر شخص بتحبه هو ايزو. كالعاده بتدخل هيوري على اصدقاء الفصل وبتسلم عليهم، ولما بتلمح ناكومارو ان ايزو بيلعب كان باين عليها الاعجاب جدا بيه، حتى لما سجل هدف كانت منبهره بيه جدا لدرجه ان لاحظ اصدقائها، فجرت بحجه انها تشتري حاجه وبيستغربوا من طريقتها جدا. بتروح ناكومارو تراقب ايزو وهي فرحانه وقلبها بينبض، وبتصوره وبيلاحظ وجودها جيرو، وفضل يبص لها اثناء وجوده في الفصل، فسالوا ايزو بتبص على مين، فقال له البنت اللي لابسه نظارات هناك دي، لكنها اتحرجت جدا لما بص لها ايزو. وبتروح هيوري النادي تتمرن كعادتها. اما عن فريق لبلب فتحسن ادائهم جدا وشغلهم زاد، حتى ان مصففه الشعر قالت لهم ان زادت شعبيتهم مؤخرا اكتر من الاول، وسالتهم عن البنت اللي كلها حماس اللي كانت بتشتغل معاهم اللي اسمها هيوري، ولما عرفت انها استقالت من العمل زعلت جدا لانها كانت مرحه جدا، ولاحظ الاثنين غيابها بسبب طعم قهوتهم اللي اتغير، فقالت لهم الموظفه انها سابت الحمل على هيوري لدرجه انها نسيت هم كانوا بيحبوا ايه، وبتقول لهم كنت اتمنى انها تستمر معانا لانها شخصيه مجتهده جدا في شغلها. وافتكر الاثنين كلامها عن فريق لبلب وانها كانت حابه تنقذهم. تاني يوم اثناء تواجد هيوري مع صديقاتها بتفرح هاتوري جدا بسبب توقف المضايقات اللي كانت بتتعرض ليها هيوري، فقالت هيوري انها مقدره جدا زعل المعجبات منها، فقالت لها ناكومارو كانك بتشتغلي معاهم في وكاله اعمالهم، فانكرت هيوري وقالت انها بتتمنى الموضوع ده ما يتكررش تاني، لكن ناكومارو كانت غضبانه جدا، وهاتوري قالت لها انها تحميها لو اي حد اتعرض لها تاني، وقالت لها ناكومارو كلنا في صفك، ففرحت هيوري بكلام صديقتها جدا، لكن زاد غضب ناكومارو وسابتهم ومشت وهي متغاظه من هيوري قوي، وشافها حد تاني وهي بترمي شنطتها وبتشتم على هيوري، وطلعت صورتها مع فريق لبلب وفضلت تشطب على صورتها، وده من كتر ما هي متضايقه منها وحطت الصوره في الشنطه، بس طلع اللي شافها ده هو جيرو. واثناء وجودهم في الفصل بتقترح هاتوري ان هم يروحوا لبيت هيوري ويعملوا حفله عندها وياكلوا بيتزا معاها كمان، وهيوري كانت سعيده جدا باقتراحها. واثناء خروجهم من الفصل سوا بيسالوا بعض اذا كانوا بيحبوا حد، فقالت هيوري لا، فقالت هيوري انها ما بتحبش حد، لكن ناكومارو لما سالوها كانت لسه هتجاوب، راح جيرو موقعها على الارض، وقعت منها شنطتها فدفعت عنها هيوري وقالت لجيرو انه ياخد باله بعد كده، لكن هيوري اتفاجئت جدا لما شافت نفس الصوره بتاعتها اللي كانت مع فريق لبلب ومشطوبه على شكلها، وعرفت هاتوري ان ناكومارو هي اللي صورت هيوري مع فريق لبلب. ولما سالتها هيوري ليه عملت كده قالت لها ناكومارو لاني بكرهك، وطلعت تجري، وهيوري مصدومه جدا في صديقتها وبدات في الجري لانها ما قدرتش تنام بسبب اللي هي عرفته. ولما جاعت فجاه بتلاقي منى في طريقها بالصدفه تاني، وحكت لها هيوري عن كل اللي حصل من صديقتها وانها ما كانتش تعتقد ان صديقتها ناكومارو بتكرهها قوي كده، فقالت لها منى انها كانت بتعتقد انها بتكره اختها الكبيره لمده طويله جدا، لكنها كانت بتحترمها ومع ذلك بتغير منها، وان ده سبب ليها الم كبير، واكيد صديقتها ناكومارو في سر كبير ورا كرهها لهيوري، وطبعا بتتألم بسببه لكنها مش قادره تعترف بيه قدامها، ونصحتها انها لازم تجرب تسألها عن شعورها ناحيتها، فشكرتها هيوري جدا على نصيحتها وانها تسألها اكيد. تاني يوم بتسلم هيوري على ناكومارو فسابتها وطلعت بره الفصل، حتى بعد الفصل كانت بتجري ناكومارو وبتفضل هيوري تدور عليها في كل مكان، وبعد ما بيخلصوا بتطلع هيوري تجري وراها في كل مكان، وناكومارو بتستخبى لحد ما لقيتها ونطت عليها هيوري، وناكومارو بتفضل تبعدها عنها وقالت لها ما تجريش ورايا تاني،
فقالت لها يوري قولي كل اللي في قلبك وما تخبيهوش. قالت لها ناكومارو انا بكرهك لانك قريبه من فريق لبلب وانتي ولا حاجه، وانها كانت بتراقبهم في صمت وبتشتغل كتير علشان ترسل لهم دعم. ومسكتها ناكومارو وقالت لها ما تحسبيش نفسك انك حاجه. فقالت لها يوري انا مش كده، والاتنين مسكوا في خناق بعض. فقالت لها ناكومارو انها شافتها معاهم وهم خارجين، واللي هي بتعمله ده بتاذيهم بافعالها. فقالت لها يوري انت اللي اذيتيهم لما صورتيني معاهم. فقامت ناكومارو ماسكه شعر يوري وقالت لها انت السبب في كل ده. فمسكت ايديها يوري وبعدتها عنها وقالت لها لو كنت عارفه اني غلطانه كنت قلتي لي بيني وبينك، ما كنتيش فضحتيني كده. والاتنين غضبانين جدا من بعض لدرجه ان الاتنين هجموا على بعض، وراحت ناكومارو لكمت يوري واغمى عليها. ولما صحت يوري لقت فريق لبلب جنبها وبيقولوا لها ما تتكلمش، وشافت ناكومارو نايمه جنبها وكمان معاها كتاب عن رحله فريق لبلب. فقالت انها ما كانتش تعرف انها كانت بتحبهم قوي للدرجه دي، وفضلت تعيط انها اذت مشاعر صديقتها من غير ما تحس، وطلبت منهم يمشوا علشان ما حدش يشوفهم معاها وبيواسوها. ففضلت تعيط كتير بسبب اللي حصل. تاني يوم بتفرح هاتوري لما لقت هيوري بخير، وناكومارو محرجه تكلم هيوري بسبب اللي هي سببته لها. وعرفت هيوري ان العد التنازلي لحفله فريق لبلب بدات، والكل كمان بيهنيهم ومتحمسين لحضور الحفله. اما عن هينا زعلانه لانها شايفه هيوري زعلانه حتى انها ما سمعتش حبيبها كوتارو وهو بيعزمها على حفله فريق لبلب. بتفرح هاتوري لما لقت ناكومارو اخيرا، وحكت لها انها كانت في المرحله المتوسطه كانت بتاكل لوحدها وما كانش عندها اصدقاء خالص، لكن كل شيء اختلف لما اتعرفت عليها هي وهيوري في المرحله الثانويه وطلبت منها يرجعوا اصدقاء تاني. رفضت ناكومارو وقالت انها عرضت هيوري للخطر، وده بعد ما نشرت صورها وكمان لكمتها في وشها. قالت لها هاتوري بس انت كنت بتعيطي وقلقانه عليها بعد ما اغمى عليها. سابتها ناكومارو وقالت لها فات الاوان. ولما شافت هاتوري دفتر فريق لبلب بتاع ناكومارو قالت لناكومارو ما كنتش اعرف انك بتحبيهم كده. فمشت ناكومارو وقالت لها انها ما تستحقش تكون معجبتهم من هنا ورايح، وسابت دفترها مع هاتوري. نروح لفريق لبلب وبتمدحهم مديره اعمالهم على شغلهم، وكمان ادت لهم عدد من تذاكر حفلتهم يدوها للي حابين يشوفوهم في الحفله. وتاني يوم بيدي فريق لبلب تذكره لمعلمهم اللي وقف جنبهم في محنتهم الاخيره، وبتدي هاتوري لهيوري مذكره فريق لبلب بتاعت ناكومارو وقالت لها ان ناكومارو مش عايزاها. وفجاه بتقع من المذكره تذكره لحفله فريق لبلب. ولما سالت موظفة ايزو جيرو هل اعطوا لهيوري تذكرة لحفلتهم، فقالوا لها لا، وقالوا لها ان هما مش حابينها تكون واحدة من الجمهور. نرجع تاني لناكومارو، كان من الواضح عليها اعجابها الشديد بايزو لان حبها ليه اللي خرجها من وحدتها، حتى انها فرحت جدا لما اكتشفت ان هو في فصلها، واشتغلت بعد المدرسة علشان توفر فلوس تدعم بيها فريقها المفضل، لكن انبه ضميرها لما اذت فريقها المفضل في عملهم. وفجأة بتلاقي ناكومارو وهيوري في غرفتها بعد ما سمحت لها امها بالدخول، وعرفت هيوري قد ايه ناكومارو بتحب فريق لبلب من كل حاجة شافتها في غرفتها. ولما رجعت لها هيوري مذكرتها تذكرتها رفضت ناكومارو تاخدهم، وقالت لها ذهابها للحفله ما يخصهاش وانها ما عادتش هتكون معجبه بفريق لبلب، وطردتها ناكومارو وقالت لها ما تجيلهاش هنا تاني. نرجع لايزو اللي قرر يدي لاخوه تذكره للحفله هو وحبيبته اريسا، وجيرو ادى لاخوه كوتشيرو كمان تذكره للحفله. فقال له اخوه انه لازم يدي لهيوري تذكره لان من الصعب عليها جدا تلاقي التذكره على الانترنت. وفجاه بيخبط الباب على هيوري وبتطلع انها مديره اعمال فريق لبلب وبتطلب منها تكون جزء من الفريق تاني لاخر يوم. ففرحت هيوري جدا واخدت البطاقه وقالت لها انها تيجي وراها بس لازم تروح مشوار الاول. وبالفعل بتروح هيوري تاني لناكومارو واعترفت لها انها كانت من ضمن فريق عمل لبلب، واعتذرت لها انها خبت عليها طول المده دي، وانها اكتشفت انها المعجبه الاولى لفريق لبلب شيوتان، وده لما كانت بتقرا رسائلهم وكانت معاهم. واتصالحوا الاتنين سوا وجروا الاتنين للحفله اخيرا، واعتذرت ناكومارو لهيوري على اللي هي سببته لها. واخيرا وصل الاتنين للحفله وبدا فريق افتي فور بالعرض بتاعهم الاول، وبتوصل هيوري ليهم وبتحمسهم وبيستعد ايزو وجيرو للصعود على المسرح. واخيرا بداوا عرضهم بطريقه جميله جدا والكل بيغني معاهم، حتى ان فرقه افتي فور كانوا سعداء بعرضهم جدا، وشافت عرضهم ناكومارو وهي سعيده قوي باللي حصل. ولما خلصوا عرضهم مدحهم فريق افتي فور على عرضهم الجميل ده، وبتفرح هيوري بالعرض وقالوا لها انها اثبتت جدارتها بشغلها معاهم. فقالت لها المديره انها محتاجاها ترجع تاني تشتغل معاهم، وفرحت هيوري جدا باللي اتقال. واخيرا بينتهي الانمي ولسه ناكومارو معجبه بايزو جدا، ولسه ايزو وجيرو بيتخانقوا مع بعض على اتفه الاسباب، وهيوري لسه بتساعدهم في عروضهم حتى لو كانت باندا وبترقص معاهم. وبكده يكون انتهى القسم الاخير من انمي حكايه هيوري. واللي حابب انميات جديده ياريت يكتب لنا في التعليقات.